شايفين بقى بعد ما طلعت من الفرن ايه الحاجات الحلوة دي يا ولاد، ايه العسل دي؟ شايفين بقى، بصوا شايفين كده، بصوا ده دليل على انها ايه، ناجحة وهشة وطعمها زي العسل. نفتح معاك واحدة كده بالجبنة، شايفين ايه الحاجات الجميلة دي؟ بسم الله ما شاء الله، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، النهاردة هنعمل معاكم خلية النحلة ان شاء الله. معانا هنا 3 كوبايات دقيق نخلينهم كويس، ومعانا معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعانا خميرة فورية معلقة كبيرة، ومعلقة كبيرة سكر بودرة، ومعانا بيضة، ومعانا زيت، ومعانا ملح، ومعانا اللهم صل على النبي لبن رايب او زبادي عشان العجن، مش هعجن بميه. ومعانا طبعا جبنه عشان الحشوه، ولو حبينا مثلا نحط بقدونس، كزبره، اي حاجه زي ما تحبوا. عايزين تحطوا شوكولاته برده زي ما تحبوا، الحشوه دي حاجه اختياريه يعني. يلا نبدا بقى النهارده باذن الله، ونقول لكم هنعمل ايه. اول حاجه هناخد معلقه ملح كده، حبه ملح اهو، ونحط برضو كل الحاجات الناشفة، هي الخميرة والبيكنج باودر والسكر، ننزل بالبيضة، ونبدأ بقى نقلب اللي معانا دول كده. بسم الله ما شاء الله، نبدأ ننزل بقى بشوية بشوية كده بلبن، ده لبن رايب. ده لبن عادي كنت شارياه، بس ايه راب مني، مش هينفع ارميه بقى، مينفعش ارميه، قلت اعمل بيه اي مخبوزات كده هو. وطبعا بيخلي المخبوزات طرية وطعمها زي العسل، احسن ما بتعجيني بمية. هو مش هيحتاج مننا ميه، هو ما شاء الله ريحته زي العسل. نقطة زيت بس كده عشان يسهل معانا. بصوا بقى نفضل نعجن فيها كده لغاية ما العجين اللي في ايدينا ده ينزل في قلب العجين. من هي مش كبيرة اصلا يعني، مش كتير، فانا مش متحكمة فيها اوي. ونحط شوية زيت بقى كده، بسم الله ما شاء الله، العجينة بيضة زي العسل وريحتها حلوة قوي. ربنا يحسن ما بين ايدينا كده يا رب العالمين. شايفين خلاص اهي، بسم الله ما شاء الله، ايدينا نجفت اهي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شوفوا بقت ناعمه زي العسل اهي اهي، نسيبها بقى كده لغايه ما تخمر كده، بسم الله ما شاء الله. نغطيها بقى، نغطي بقى كده،
نغطيه بقى بفوطه كده ونسيبه بقى لما يخمر ونرجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الوقت رجعنا لكم اهو، شايفين ما شاء الله اللهم صل على النبي. هنبدا بقى نقطعها عشان نحشيه. تمام، نجيب البلانشة كده عشان ايه نبدأ نقطع عليها. بصوا اهي قطع قد بعضها، وبعد كده ما قطعناه خلاص اهو، نجيب بقى الحشوات اللي هنحشيها. زي ما قلت لكم جبنه رومي ولانشون. تمام كده، هنعمل ايه بقى؟ هنجيب واحده واحده كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط فيها ونقفل كده. نحط هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحشوات بقى بتبقى اختياري زي ما انت عايزه. عايزه تحطي شوكولاته، اللي انت عايزه تحطيه بقى براحتك حطيه. بسم الله ما شاء الله، نبدأ بقى نعمل جبنة. نكتر الجبنة بقى عشان ايه تخلي طعمها حلو، وانا بحب الجبنة برضو. شوفوا يا دوبك على القد كده، بسم الله ما شاء الله، حاجة زي العسل. نقفلها كويس كده. كده بقى نغطيها ونسيبها تخمر تاني كمان مثلا ساعة، ساعة الا ربع، ولما تخمر نرجع لكم تاني. شايفين بقى، نبدا نقطعهم كده، نفتح فتحه كده. اهو كده خلاص هما خمروا والحمد لله. نجيب بيض بقى وندهنه. بصوا دي لبن وبيضه ومعلقه لبن وفلفل. بيضه معلقه لبن وفلفل، شويه فلفل. هنبدأ بقى ندهن كده، ناخد كده من البيض وندهن. Thank you.
طبعا احنا مولعين الفرن، هنروح ندخلها بقى في الفرن لمدة نص ساعة. هنولع من تحت ومن فوق، تمام؟ نولع الشواية من فوق ونولع الفرن من تحت، ونهدي الشواية علشان ايه ما تاخدش لون بسرعة، علشان تستوي من تحت كويس. ايه رأيكوا بقى في الجمال ده، الحاجات الحلوة دي؟ شايفين بقى بعد ما طلعت من الفرن ايه الحاجات الحلوة دي يا ولاد؟ ايه العسل دي؟ شايفين بقى، بصوا شايفين كده، بصوا ده دليل على انها ايه، ناجحة وهشة وطعمها زي العسل. نفتح معاكم واحدة كده بالجبنة، شايفين ايه الحاجات الجميلة دي؟ بسم الله ما شاء الله، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. متنسوناش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.